السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء، وأشرب بكم. واليوم احنا عندنا أكو مقدمة تركية عزفتها، لكن كثير من الإخوان حبوا أنه يريدوها بالعود أيضا. اللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية من محاضرات تعلم العود أو الغناء العربي موجود أسفل الفيديو رقم الواتساب اللي يحب يتصل، ومن خلاله احنا نقدر نبسط له الأمور وفق منهاج بسيط وسهل. وننتقل الآن إلى قضية القطعة الموسيقية التركية. بهذه القطعة الموسيقية هي بسيطة، لكن شو المهم؟ اكو قضية بيها انه كثير من الاخوان يحب يعزف هذه القطعة الموسيقية البسيطة المقدمة التركية، واللي نقدر احنا حتى من خلالها انه نعزف بقية القطع والاغاني اللبنانية ايضا للمسلسلات ان شاء الله. وتحياتي لكم، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية اللي هي من خلال يتعلم العود. تحياتكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.